سيارة لها اسمها خاصة بلبنان من سنوات لليوم، عم نحكي عن السوبارو فورستر. كل تفاصيلها بعد لحظات بأوتو فوكس، خلوكم معنا. دائما لما نحكي عن سوبارو اكيد وكالة سوبارو لبنان شركة اوتو ستارز، معنا مس رنا عبود. هاي رنا. هاي جوش. الفورستر مثل ما حكينا تاريخ بسوبارو، كل شيء يعني فيها نوم سيارة لكل يوم، سيارة للطلعات الصعبة للجبل، لكل شيء اليوم ممكن يطلع بين الادفنتشر. السيارة جاهزة تلبي كل طموحاتنا. تاريخ موثوق مثل ما قلت، تعرف وقتا نحكي سوبارو ان جنرال نعرف قيمة هالسيارة، وخاصة هلا يعني السوبارو فورستر هي اذا بدك السيجنتشر لا اس يو في عائلية بامتياز. فأكيد رح نحكي خلال الحلقة عن performance سيارة وعن الشكل وأكيد الإداء العالي جدا والمميز. يلا بداية عم نشوف شكل الحلو كتير للسيارة الكلاسيكي، على كمان في أمور رياضية رح تحكينا عنها من الناحية الأمامية خاصة رنا، بس هلا بما أنه السيارة صارت إلى جربنا من الناحية الخلفية، خبرينا أكثر عن هالشكل الحلو مع المصابيح البيضاء اللي عم تشوفها. يعني الفورستر أكيد هي الـ SUV عائلية أنيقة، الاليجنت لوك اللي عم نشوفه دائما بيميزه بيشدده على بتصنيعه على اقل ديتيلز، ان كان المصابيح مثل ما ذكرت جوش، رير سبويلر اللي عم نشوفه من ورا الصندوق بما انه هلا كمان عم نشوفه من ورا هو بيفتح بطريقه اوتوماتيك بطريقه فيري ايزي كبسه وبيسكر كمان، يعني ما في زوم انت تعمل مجهود وتفتحه. واكيد الساعه ما ننسى الجانت كمان اللي منشوف السيجنتشر للسوبارو لوجو، وشكله كتير حلو كمان لابق كتير مع لون السيارة. عم نحكي روف ريلز كمان، روف ريلز، وكمان من قدام رح نشوف اليوم الفورستر السبار بأجريسيف لوك، البامبرز كيف منفخة من قدام، يعني هون مزجين الأناقة ومع الأجريسيف لوك، حتى الكروم على الجوانب عم نشوفه على أسفل الأبواب. صحيح. كمان حماية هون للأبواب من تحت من أي تعرض للسيارة من شظايا من بحث أو شيء، والليد لايتس الهيد لامب واشرز، وهلأ عم نشوف الكالاندر وال لوك اللي هذا الكلام بدي اسالك عنه اليوم جاي هيك نفخ اكثر فيه ومسلز، خبرينا اليوم كيف اليوم تصار شكل الفورستر اكثر رايح هو جوج. هيدا الفورستر السبار، يعني هيدا اللي بيميز الفورستر السبار هو التنفيخات الموجوده كمان، بس لبقى له كثير صراحه. صحيح، واكيد يعني عندنا بليزيور كاتيجوري وبيناتهم هيدا الموجود هلا اليوم. بدنا نحكي معك هلا اكيد شوف الداخل للسوبارو فورستر اللي معنا بالاستوديو. رانا قبل ما نحكي عن الداخل الفخم جدا لفتتنا شغله بالسياره انا وطالع على الكوتشوك على البواب من تحت، هالشيء كمان بخلي انه ما يوسخ شو ما لابسين خاصه اذا عنا شيء مناسبه، ولا السيدات خاصه ببعد كل شيء غبره من ورا هالشيء الموجود على الباب، هيدي كمان ميزه مهمه بالفورستر اكيد. وبالاضافه للايزي اكسس وقت تطلع على السوبارو فورستر دائما بتصنيع سياراتنا بشددوا على الكومفورت للباسنجرز باقل تفاصيل صغيره تا يوصلوا دائما للكاستمر ساتسفاكشن. سياره مريحه جدا صراحه، يعني عم نحكي بفرش جلد مطرز بالوايت ستيتشينج بطريقه كثير حلوه، نحكي كمان بسكرين فيها امور عديده، فسرينا اكثر عنها. يعني اول شيء بدي بلش بال اذا بدك السياره انه واسعه ومريحه، اكيد وهيدي نقطه اساسيه للعائله، بتعرف العائله بحاجه لحل مع بانوراميك سانروف كمان ممتازه جدا. كمان يعني هون بخليك في الاليجنس في الرياحه للعائله، وهون مثل ما حكيت عن السكرين هيدا السكرين هو تاتش سكرين 7 انش LCD سكرين، بتتحكم فيه كمان مش بس على التاتش بالفولان، وهون اكيد بخلي اتز لينك تو سيفتي، دائما بنشدد على هالموضوع. بتعرف جورج السيفتي موضوع اساسي اكيد خاصه بالسوبر، اكيد يعني 5 ستارز توب سيفتي بيكس. عندنا كمان الفورستر فوق هالديسبلاي بفرجينا امور مهمه للسياره، التمبريتشر، السعر، الفيول، كمان المالتي فانكشن ديسبلاي، هيدي كل شيء انفو Perfect. بحاجه لها موجودين عندك قدام. اكس مود كمان موجود قدام الفيتاس، هيدا موضوع كثير اساسي ودائما بنكرره، بتعرف نحكي عن الاكس مود تا ندور
قوي على البرفورمانس. بدك نحكي عنه بس نحكي عن المحرك بنخليها للفقره الثانيه اذا بدك نحكي عنه. ما انه عم نحكي عن الداخل هلا كمان فرجينا البادل شيفترز بادل شيفت كمان واضحين هون عم نحكي عن اذا بدك فن تتسلى البليجر اوف درايفنج طبيعي والاس اي درايف اذا بدك تسوق السياره على الهاي واي بتنقي الانتليجنت أو سبورت هون إذا عندك طلع وحابب تعطي بيرفورمانس للموتور عندك السبورت مود اللي موجود على الفولان أكيد بوش تو توك سيستم كمان وتحكم بالتليفون عندك الكروز كنترول يعني كل شيء أنت بحاجة له كل شيء موجود بالفورستر كل شيء له علاقة بالانترتينمنت كمان بتحكم فيه من وراء الفولان رانا بدنا نحكي هلأ محرك كمان عن الإكس مود وغيرها من التفاصيل عم نرجع نستعرض هالجانت الحلو كتير للسوبارو فورستر بس هلا صارت تحكي محرك معك رنا الاكس مود اكيد بنحكي عنه بس قبل خبرينا سعه المحرك اذا محركين جايه ولا لا السوبارو فورستر 2.5 لتر بوكسر انجن وكمان وقت نقول بوكسر انجن دائما بالسوبارو هيدا شغله ثبات عم نحكي عن توازن صح امور عديده اكيليب وبالاضافه لسيمتريكال اول ويل درايف يعني هون سوبارو تتميز بالإداء العالي تبعها بفضل هالتكنولوجيا الخاصة لها. X مود. X مود. كمان X مود is an advanced technology موجودة على السوبرو فورستر اللي هي بتشتغل بالسيستم دو فريناج. Okay. يعني تصحيت طلعة عم تعمل أفرود هون أنت منك بحاجة تستعمل الفران لأنه هو رح يعمل عملية لحالة ورح تحس بالconfidence رح تحس إنك في إذا بدك حدا عم بيسوق عنك وأنت مرتاح. Perfect. سئة زيادة كمان بالسيارة وبالperformance بشكل عام. Safety. Safety. Five star top safety picks الفورستر دائما كل سنة بعد سنة. تنجح بالعلامات الكاملة. هيدا أهم شغلة هيدا okay. بالدي إن إيه للسوبرو. طيب هلا بدنا نشوف سعر السوبرو فورستر الشهيرة. كيف اليوم إذا عالي إذا منيح ولا لا كل تفاصيل معنا بعد لحظات عادة لما نحكي بسيارة يابانية 100% بمواصفات هالقد مهمة عن جد يعني بتخيل عرسنا أنه السعر عم يكون كتير كتير مرتفع خبرينا اليوم starting price لسوبرو فورستر starting price للسوبرو فورستر 27900 دولار وأكيد نحنا جورج بعدنا مستمرين بجميع صالاتنا كان بالزلقة نهر الموت صيفي جوني بهلأ كمان مارييس وبشوف ببعقلين الشوف فأكيد يستفيدوا يعملوا تست درايف على السيارة نعمل تست درايف وورنتي ما ننسى كمان 3 سنين أو 100,000 وسيرفيس سنتر خبرة كتير عالية وكتير بروفيشنال بالسيرفيس سنتر يعني هيدا الشيء نعم. كمان لانه هدفنا نحن مثل هدف السوبرو المصنعين للسوبرو نوصل للكاستمر حتى بالافتر حتى بالافتر سيل اكيد ثانك يو رنا على كل هالمعلومات هيك سيارتنا لليوم تابعونا كل يوم سياره جديده الى اللقاء